ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن، دشر صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز رئيس الاتحاد السعودي للهجن أكبر مجسم في العالم للهجن، ويدخل هذا العمل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. للحديث أكثر ينضم معنا من مقر المهرجان مراسل الإخبارية زميل أسامة العبيدي. أسامة مساء الخير وأهلا بك، حدثنا عن هذا العمل وأيضا تدشينه. نعم سالم، مساء الخير عليك ومساء الخير على السادة المشاهدين. أتواجد كما ذكرت في مهرجان ولي العهد، هذا المهرجان الذي يعتبر من الوجهات الرئيسية لموسم الطائفة. كما ذكرت أنت قبل قليل أنه في هذا اليوم تم تدشين أكبر مجسم في العالم للهجن مضيء ليدخل هذا العمل وهذه التحفة الفنية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. طبعا كما ترون من خلفي هذا هو المجسم الذي يحمل أكثر من 51 ألف مصباح مضيء وبارتفاع 4 متر و65 سنتيمتر وبعرض 10 أمتار. طبعا لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي الآن مدير اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي لمهرجان ولي العهد الأستاذ صالح العنزي. أستاذ صالح مساء الخير عليك، في البداية يليت تعطينا نبذة بسيطة عن هذه التحفة الفنية. حياكم الله، شكرا لتواجدكم، يعني كان يوم طويل بحضور الإخبارية، أهلا بكم من جديد. احنا متواجدين في مهرجان ولي العهد للهجن، اليوم احنا سعيدين وفخورين جدا بوجود هذا المجسم المضيء اللي يعني أعطى شكل جمالي وإضافة جميلة لحديقة الملك فيصل في الطائف. احنا المرة الثانية على التوالي ندخل موسوعة جينيس، سعيدين جدا بهذا الإنجاز. النسخة الأولى سجل فيها مهرجان ولي العهد للهجن بمشاركة أكثر من 11,000 مطية، واليوم مجسم هجن مضيء يعتبر الأكبر على مستوى العالم زي ما ذكرت، يوم مواصفاته العرض 10 متر والارتفاع 4.65 سنتيمتر، أكثر بالتحديد 51,200 إضاءة ليد. هذا احنا كاتحاد سعودي للهجن يعني كاتحاد حديث ومن احدث الاتحادات في الهيئه العامه للرياضه، سعيدين انه نتواجد للمره الثانيه في جينيس. جميل. استاذ صالح، وصلتنا يعني معلومات انه انتم دخلتوا موسوعه جينيس للارقام القياسيه العام في اكثر عدد مطايا مشاركه في مهرجان. وصلتنا انه لهذا العام المهرجان سيكون راح يكسر الرقم القياسي الذي سجل باسم مهرجان ولي العهد في العام الماضي. نعم، إلى اليوم ما يقارب 9,000 مطية هي المسجلة في أنظمة الاتحاد السعودي للهجن، متفائلين كثير أنه نكسر فعلا الرقم للعام الماضي اللي هو 11,186 مطية. بإذن الله نتجاوز هالرقم ونقول إن شاء الله ممكن نحقق رقم جديد ودخول جديد أيضا لموسوعة جينيس. فيما يخص المجسم أستاذ صالح، من يعني نتحدث عن الأرقام مثلا، كم استغرق هذا المجسم ليصبح بهذه الجمالية؟ من كان المنفذ لهذا المجسم؟ نعم، المنفذ هي الشركة متعاقدة مع الاتحاد السعودي للهجن. قبل التنفيذ في عصف ذهني كبير في فكر كيف ممكن يتواجد الاتحاد السعودي للهجن في موسوعة جينيس المرة الثانية على التوالي بفكرة مختلفة وإبداعية وجمالية، فكان من خلالها يعني الفكرة أن يكون فعلا في مجسم بشكل مضيء، مجسم بشكل رائع، تحفة هندسية فيها إضاءات جمالية لهالحديقة. وفعلا يمكن اختيار حتى الموقع كان بدقة، كان بدراسة. نعم، تواجد الزوار في هالمكان، التقاط الصور من بعيد المجسم، يعني بتوجهات سمو الأمير فهد بن جلوي دائما العمل على قدم وساق للتواجد في محافل عالمية للعمل بفكر ومنطق مختلف. يعطيك العافية، شكرا لك الأستاذ صالح العنزي المتحدث الرسمي لمهرجان ولي العهد. كما ذكر الأستاذ صالح أنه مهرجان ولي العهد يصر للعام الثاني على التوالي لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. نعم سالم، شكرا لك مراسل الأخبار الزميل أسامة العبيد وضيفك الكريم.